بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، اللي بيحب يعمل لايكات او سبسكرايبات للفيديوهات بتاعتي بقول له اعمل اللي انت عايزه عزيزي، في الاول وفي الاخر ده رايك. ومبدئيا وقبل اي حاجه، انا ما بستغلش منتخب الجزائر علشان خاطر الم المشاهدات، انا بتكلم على منتخب الجزائر بمبدا واحد عاشق لكره القدم، واي واحد عاشق لكره القدم بيتفرج على منتخب الجزائر النسخه الحاليه هيخطف قلبه بصراحه. يعني منتخب الجزائر النسخه الحاليه بيقدم كره جميله جدا، بيقدم اداء ممتع جدا، اداء فردي جميل، اداء جماعي جميل جدا، فريق طماع بيحب يجيب الهدف الاول والهدف الثاني والتالت والرابع. تعثر المباراه اللي فاتت قدام بوركينا فاسو واتكلمنا على ضربه الجزاء بتاع محرز اللي ما اتحسبتش، بس النهارده بتيجي تلاقي نفسك قدام مباراه وخصم زي فريق النيجر. المنتخب بتاع النيجر، انا كمشجع وواحد مصري اتفرجت على منتخب النيجر قدام منتخب مصر، عمل اداء كويس جدا. فلما اتفرجت عليه النهارده قدام منتخب الجزائر، لا معلش، ده الجزائر جايه تلعب كوره، الجزائر جايه تلعب كوره بجد، والجزائر عندها عناصر تسمح ليها ان هي تلعب كوره بجد وتعمل سكور على منتخب النيجر. يعني لما تبص كده 4-2-3-1، اسماعيل بن ناصر موجود، هو ورامز روزيكي، ورامز روزيكي ده على فكره من احسن الديفندرات اللي انا بتفرج عليها في عالم كره القدم. عشان ما اضحكش عليك، الولد بيقدم مستوى ثابت واداء جميل جدا 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 جنب اسماعيل بن ناصر اللي برضه ينطبق عليه نفس المقوله. تخيل انت تشكيله فيها اسماعيل بن ناصر ورامز روزيكي، وقدامهم موجود على طرف سعيد بن رحمه، والطرف الثاني رياض محرز، وصانع الالعاب سفيان فغولي، وقدامهم بغداد بن جاحظ. انت عايز ايه يا ابو من عالم كره القدم تاني؟ طب هتبص تحت في الخط الخلفي هتلاقي ان انت عندك لعيب زي عيسى مندي، وكمان لعيب زي عبد القادر بدران، وهتبص على الطرف كده تلاقي يوسف عطال، والناحيه الثانيه محمد فارس، والحمد لله ما بيلعبش بمهدي، زعفان علشان خاطر الناس اللي كانت بتزعل من نطق ايه الاسم مهدي غلط. بس الجزائر كان عندها مشكله في الشوط الاول. الشوط الاول قعدنا نتفرج، احنا جايين هنا نكور، احنا مش جايين نتفرج على مباراه مفترض ان هي هتكون نديه، لا احنا جايين هنا عارفين منتخب الجزائر هيلعب وان سايد جيم، منتخب الجزائر هيلاقي فرقه بتدافع قدامه، هيتلاقي فرقه قافله المساحات علشان خاطر انت بتلعب قدام رياض، بتلعب قدام بالرحمه، وبتلعب قدام سفيان فغولي، فمفترض ان في فرديات عاليه جدا. بس للاسف الجزائر جماعة الشوط الاول كان عندها مشاكل كتير، فالفرديات هي اللي بتحل المواقف دي، الفرديات اللي عن طريق رياض محرز كره ثابته سجل لك الهدف الاول، نفتح بقى الجيم ونسجل الثاني والثالث. لا كان في رتم بطيء شويه، والرتم البطيء شويه ده تقول ان سفيان فغولي مش عارف يحرك رياض محرز ولا عارف يحرك سعيد بالرحمه، ولازم سفيان فغولي يتغير، فيبدا الشوط الثاني سفيان فغولي يسجل ويتحصل على ضربه جزاء بعد ما الجزائر ما لبست هدف بطريقه غشيمه كده، الكره اتلعبت ورا مهدي بدران وورا عبد القادر بدران اسف، والراجل بيخش بيسجلها، وبعدها بيتحصل سفيان فغولي على ضربه جزاء بيخش رياض محرز يسجلها، ومفترض ان 3-1، والنيجر كانت يا دوبك لحقت تخش في الجيم شويه، فالجزائر قال لهم لا احنا مش جايين النهارده هنا، جبنا الثاني وهنجيب الثالث وخلاص، انتوا مجرد الدقيقتين ثلاثه اللي خدتوا بيهم الكره سجلتوا، مش هنسيب لكم احنا الكره ثاني، احنا هنروح نسجل الثالث والرابع والخامس والى ما لا نهايه، الا بقى لو الوقت ما اسعفناش ان احنا نسجل الهدف العاشر، احنا هنفضل نسجل طول ما الساعه بتاع المباراه شغاله. ومنتخب الجزائر قدر يقدم شوط ثاني جميل جدا، قدر يقدم شوط ثاني مميز جدا، قدر انك تلاقي فيه تغييرات وعناصر وزاد بشري موجود على الدكه يقدر يحل المشاكل اللي بيواجهها الفريق جوه الملعب. يعني رغم ان انا قاعد اقول لك ان المشاكل كان بيكون سببها الاول هو سفيان فغولي اللي مش عارف يحضر لعب لرياض ولا سعيد بالرحمه، بس مع ذلك لما اتغير كمان بعديه ب 10 دقايق رياض محرز وسعيد بالرحمه، لان منتخب الجزائر برده ثابت، منتخب الجزائر بيقدم اداء مميز، لان احنا شفنا اول تغييره كانت يوسف البلالي مكان سفيان فغولي، وبعد كده هشام بلوي مكان اسماعيل بن ناصر، وادم زكفانه مكان سعيد بالرحمه، وبعد كده اسلام سليماني نزل مكان بغداد بنجاح، واسلام سليماني هنا واحد من افضل فروال الفراوده في الفتره الاخيره مع منتخب الجزائر، الراجل بيسجل اهداف بكل سلاسه، والهدف الرابع ده هدف في كرة جميلة جدا، هدف في كرة ممتعة جدا، هدف لعيبة الجزائر دخلت بالكرة الجون، ده قبله كان الهدف الثالث اللي رياض محرز شاط الهوا، فبعديها خبرت في المساك وسجل الهدف الثالث، وتقعد تتفرج كده على منتخب الجزائر، كرة جميلة، كرة لذيذة، مش عايزين الماتش يخلص، حتى لما لقينا إن في محمد أمين عموري نزل مكان رياض محرز، الولد أدى أداء جميل جدا، وأدى وعمل مراوغات فردية جميلة جدا، وكل حاجة في منتخب الجزائر تقعد تحس كده إن يا جماعة ليه ما تحطوش 90 زيادة 90 دقيقة تاني زيادة، طول ما منتخب الجزائر بيقدم كورة ممتعة في عالم كرة القدم، أنتوا تعملوا ماتش الجزائر 120 دقيقة، لو منتخب الجزائر بيقدم كورة جميلة نخلي الماتش 120 دقيقة، لو منتخب الجزائر بيقدم كورة سيئة نوعاً ما، أو كورة فيها مشاكل زي اللي حصل في ماتش بوركينا فاسو، إحنا نخلي الماتش 60 دقيقة ونسيب الجزائر تلعب في الوقت الجميل اللي هم بيكونوا حاضرين فيه،
كلها زي ما هم يزهقوا بقى عزيزي، لان بصراحه الجزائر بتكور والجزائر بتقدم كوره جميله جدا. ولما بنطلع احنا نقول الكلام ده يقول لك اصل انتوا بتتبلوا عشان خاطر تجيبوا مشاهدات. لا عزيزي، انا قاعد في القناه دي والحمد لله رب العالمين، لا ارباح لا مشتركين لا اي حاجه، واحنا بنقدم المحتوى اللي شايفينه من وجهه نظرنا احنا اقتنعنا بيه. انا بقتنع ان منتخب الجزائر بيقدم احسن كوره في الشرق الاوسط، وبيقدم واحده من اجمل الكوره في العالم حاليا مع نسخه السيد جمال بن ماضي. انت مش مقتنع بقى، دي مشكلتك عزيزي. اما كوني مصري وبتكلم على ماتش الجزائر، دي حاجه انا بحب الكوره اولا واخيرا، واي حد بيحب الكوره زي ما قلت لك منتخب الجزائر هيكون عاجبه جدا. انا هنا بقى عزيزي مش هقعد اتكلم معاك كتير بقى واقعد ابرر لك كل حاجه، علشان خاطر لحد هنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. وين عجبك اعمل لايك، ان ما عجبكش اوعى تقول ما تتكلمش عن منتخب الجزائر تاني، لان انا هتكلم تاني وثالث ورابع، لان انا بحب الكلام عن منتخب الجزائر.